بالمناسبة أنا النهاردة بتكلم على فيلم من أحسن رؤوس الحرب اللي جت في تاريخ مصر. أنا من الجيل المحظوظ اللي اتفرجت على شاهدت هذا الجيل في الملاءة. هنتكلم على رأس الحرب. هنلاقي مثلا الأهلي كان الكابتن الكبير محمود الخطيب، هنلاقي الزمالك كابتن علي خليل، هنلاقي المحلة كابتن عماشة، هنلاقي في المصري كابتن مسعد نور، الكابتن علي أبو جريشة، كابتن مسعد خليل في الإسماعيلي، وكابتن حمامه كلاسيك. كان كل واحد ليه شكل كده مميز، ومع هذا كابتن حمدي نور كان دايما متواجد في منتخب مصر. كابتن حمدي نور اللي ما شافوش في الملاعب فاته كتير جدا جدا. انا كفنيات والحاجات دي انا يعني هبقى شهادتي مجروحه فيه لانه صديق، واتشرف ان انا صديق للكابتن حمدي نور. انا من بروح مع الكابتن حمدي بنلف الملاعب مع نادي المقاولين العرب. انا مش عايز اقول المقابله اللي بيقابلها كابتن حمدي نور في كل من اسكندريه للسويس للاسماعيليه لكل مكان. وهذا اكتر شخص متواضع، الواحد بيشوف اشباه نجوم واشباه حد كده شاط كوره جنب العارضه ما تعرفش تتكلم معاه. كابتن حمدي نور تواضع ما شفتش كده. ابن البلد الجميل ابن حسين بالجمالية ابن قايد باري. دكتور مصطفى عبده هو عاشه ويتكلم عنه فنيات اكتر مني كتير قوي يعني. لكن انا بتكلم كمان على الاجيال اللي هو دربها. ايه التواضع بتاع الراجل ده؟ ولا لوش انا عملت، انا بقابل في الملاعب الناس بيتعبوا لحد دلوقتي اللي هم الشباب اللي بيتعبوا اللي هو دربه كابتن حمدي نور بيبوسوا دماغه بيبوسوا ايديه يقولوا انت صاحب فضل علينا، انت كنت بتشتغل معانا على النواقص دائما وابدا. فانا تحياتي للكابتن الكبير حمدي نور، وان شاء الله حياه سعيده ربنا يمتعه بالصحه والعافيه. هتقول ايه استاذ محمود؟ من اصدقائي ومن الناس المحترمه جدا جدا جدا. بحبك قوي. هو زملكاوي. زملكاوي متعصب بس بيحبكوا جدا. لا لا طبعا احنا بنضحك، مفيش حاجه اسمها نجوم كبار يا كابتن. ربنا الحمد لله اللي رب بيشجع الزمالك بيحب مصطفى عبده وبيحب الخطيب وبيحب صفوت وبيحب طاهر ومحسن صالح. انتوا محبوبين قوي يا كابتن. الحمد لله ده فضل من ربنا. هتقول له ايه؟ انا اقول له اشكرك جدا يا استاذ محمود على الكلام اللي انت بتقوله عليا. وطبعا مصر ولاده وكانوا احسن مني، كل الناس رؤوس الحرب دول كانوا افضل مني. لا ازاي ده كرم منك انت تقول كده. لا يعني انا بشكره جدا على الكلام اللي قاله عليا، اشكره جدا. طيب جداً. احنا معانا تقرير تاني من الناقد الرياضي سعد الصديق. طبعا ده حبيبك. طبعا. فهو قال انا لازم اتكلم معاك يا كابتن حمدي نوح، قلنا له تشرف.